تمكنت مصالح أمن ولاية فازا ممثلة في الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية فوكا في قضيتين منفصلتين من حجز 49 كيلوغرام من المخدرات الكيف المعالج. العملية جاءت بعد تنشيط عنصر الاستعلاء واستغلال المعلومات واردة لذات الفرقة، أين تم تسطير خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف مشتبه فيه ينشط ضمن شبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات. السلف الذكر كان بصدد نقل كمية من المخدرات على متن مركبة نفعية لغرض ترويجها بأحد المدن الشرقية لولاية فازا. بعد الترصد له وتوقيفه وتفتيش المركبة تم ضبط وحجز بحوزته كمية من المخدرات. استمرارا للتحقيق وبالتنسيق الدائم مع النيابة وبعد تمديد الاختصاص إلى أحد الولايات المجاورة تم تفتيش مسكن المشتبه فيه، أين كانت النتائج إيجابية من خلال ضبط كمية أخرى معتبرة من المخدرات. هاتين العمليتين مكنتا من حجز إجمالا ما يلي 49 كيلوغرام من المخدرات، 31 ألف دينار جزائري من عائدة الترويج، سيارة نفعية تستعمل في النقل والترويج، آلة لعد النقود، هاتف نقال. تم إنجاز ملف قضائي عن قضية حيازة ونقل وتخزين المخدرات لغرض المتاجرة بها في إطار جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.